السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر وأولئك لهم المفلحون وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم عذاب عظيم صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.